نواصل هذا الحوار مشاهدينا، وبذكركم أنه المحور الأخير سيكون لأسئلة التواصل الاجتماعي وأسئلة الواتساب. بدأت تجمع في عندي عشرات الأسئلة ستكون نوجهها للضيوف بالمحور الأخير للإضاءة على هواجس اللبنانيين ببداية عام 2019. بدي أبدأ معك أستاذ محمد، هذه المؤشرات والتصنيفات والتقارير الدولية هل بتخوفك ولا بتحفزك على أنه لا هي صحيح في خطورة، إنما في أمل وفينا نرجع نكمش يعني الخيط من طرفه؟ شوف، أكيد في خطورة ولكن في حلول، مثل ما كان عم بقول قبل أنه بدك حكومة تاخد قرارات جريئة، وحكومة يكون عندها الجرأة تقول أنا غلطت بالحكومة اللي قبل أخذت قرارات بدي أعدل هالقرارات. حكومة يعني مثلا تنفذ توصيات ماكنزي؟ خليك ماكنزي هلأ بنحكي فيها. عم يقول دولة الرئيس أنه موازنة 2019 لازم تصير بأسرع وقت ممكن، واللي هي فيها 3 أرقام، ويمكن الدكتور بيقدر كمان يصلحني. 3 أرقام اللي بتخوف: عجز الكهرباء بين 2 مليار و200 لمليارين ونص، رواتب القطاع العام 7.5 مليار، ايه، وخدمة الدين 5.5 مليار. هدول 3 أرقام اليوم بدنا نشوف كيف نقدر نعجم. بس معلش استاذ محمد، يعني هول ال3 أرقام صاروا مثل شيء مستعصي على الحال، صاروا 10 سنين. الكهرباء، انا بعرف خدمة الدين، الكهرباء، الرواتب. في اتفاق اليوم بين القوى السياسية مع الحكومة كيف بدها تنحل، لانه ما بقى ممكن انه نستمر هيك. يعني حيصير في انفجار اجتماعي بموضوع الكهرباء، وصلنا دافعين 45-50 مليار. لا بقدي، انا بعتقد خلص وصلنا الى مكان صار في حلول، وباخر مجلس وزراء يعني صار في اذا بدك قاعده لموضوع الكهرباء من وراء بعد دير عمار. في الحكومه بدها تيجي تعترف انه في رقمين غير طبيعيه اليوم بلبنان، ومش ممكن اليوم نحن البلد الوحيد على الكره الارضيه 32% من القوى العامله تكون هي بالقطاع العام. هذه ما صارت بفرنسا 20%، واوروبا دائما بتحط انه فرنسا عندها مشكل كتير كبير، لانه باقي الدول الاوروبيه يلي هي ما صار عندها مشاكل اقتصاديه مثل المانيا والسويد وهولندا بين 12 و14%، نحن 32%، يعني ثلث المجتمع اللبناني. هذا رقم مسار، هذا رقم مسار. النقطه الثانيه العجز، 13.24% من الناتج المحلي. ايطاليا اوروبا هددتها لانه طلع العجز عندها 2.7%، والرقم بال 2019 اذا استمرينا هيك حيتعدى 15.5%. بده يكون في جرأه مع الحكومه الجديده تقول نحن غلطنا بموضوع السلسله، نحن اليوم حسبناها غلط، لازم نرجع. انا خايفين، وبعرف هذا موضوع منه شعبوي، وبعرف هلا حانتقد عليه اوكي مثل ما انتقدت دائما، ولكن انا خوفي على هالموظف لا سمح الله يوصل يوم ما يقدر يقبض معاشه، ما بدنا نوصل له. مشان هيك بده يصير في شويه تغييرات اليوم، اذا كان بموضوع العمر، موضوع التقاعد، اذا اليوم بموضوع المعاش، الرواتب ونهايه الخدمه. ما في دوله بالعالم بيقبضوا نهايه خدمه ايه ومعاش تقاعدي. وخدمه الدين اللي هو الثالث موضوع، شو العمل فيه؟ خدمه الدين ما بنقدر نعمل شيء فيها. خدمه الدين ما بنقدر نعمل فيه شيء، ما بنقدر نقول للعالم بدنا ندفع لك فوائدك، ما بنقدر. عندنا الكهرباء وعندنا رواتب القطاع العام، هدول لبين ما يطلع عنا البترول، لبين ما يصير معنا بنرجع بنعدل، ولكن بدها قرار شجاع وبدها صراحه مع العالم، واللي بيغلط وبيعترف مش عيب. دكتور وزني، قد ايه ممكن هذه التوصيات اللي عم بيقولها الرئيس شهير، واللي هي بتجي من ضمن توصيات دوليه ان كان من ماكنزي او من غير ماكنزي، انها تتطبق، هل ممكن اليوم يصير في تراجع عن سلسله الرتب والرواتب؟ هل ممكن ترجع تعلي الضرائب وتضبط انفاق الدوله؟ قد ايه ممكن هذه الامور تصير؟ قد ايه ممكن الكهرباء اليوم نحن بمحل شرعنا الكهرباء، صرنا عم نجيب عدادات لمولدات، وهذا ملف طويل عريض يعني كان بال 2018. اذا بنحكي على قصه الماليه العامه، تقديرات 2019 من موديز او من فيتش او من جولدمان ساكس وكذا، استمرار العجز المرتفع بالماليه العامه في عام 2019، يعني اذا الدوله ما اخذت اجراءات
الوضع بالماليه العامه راح ينقل كارثه. هذه تتكون الامور لو بدنا نقولها سلبيه بس هيدا الواقع 100% معك. في ثلاث بنود مثل ما ذكرهم الرئيس الشقيق مضبوط، عندك ثلاث بنود، عندك الرواتب والاجور كانت عم تمثل تقريبا 37-38% من موازنه 2018، عندك خدمه الدين عم تمثل تقريبا 35% سنه 72، والكهرباء مع انه خفضوا لها قيمتها هن عملوها 2100 لازم 10%، عم تحكي على ثلاث بنود هن بمثلوا تقريبا 82%، هن فعليا بمثلوا 85%، قول على الارقام المقدره 82%، في امكانيه اتخاذ اجراءات فيهم. اول بند بالرواتب والاجور. اكيد قصه سلسله الرتب والرواتب بالمبدا هو حق للمواطنين تبع القطاع العام يلي منتظرينه منذ العام 96 لحديد هلا. بس صار في سوء تقدير، سوء تقدير بالكلفه الحقيقيه للسلسله. انه التقدير تبع السلسله بلشنا ب 1200 مليار بال 2012 وصلنا ل 1800 مليار، عم بحكي لانه السلسله قسمين. صحيح. في الغلاء المعيشه وفي زياده وفي زياده التعديلات، انا عم بحكي على زياده التعديلات بدون غلاء المعيشه، غلاء المعيشه 850 مليار، حطهم عدل ما عم بحكي فيه وفينا نزيدهم بعدين نوصل على الرقم اللي هول يعني ما بدنا نقرب صوبهم على التعديلات، بلشنا ب 1200 مليار صرنا 1800 مليار مقدر بتشرين الاول 2017 انتهينا اليوم فوق 2200 مليار. يعني صار في سوء تقدير بكلفه الفعاليه تبع الرواتب والاجور السلسله، وصار في سوء تقدير كمان بقصه النظام التقاعدي، لانه اليوم قصه الاصلاح النظام التقاعدي هيدي امبلي موقوته بالماليه العامه بالمرحله المقبله بدها تكون اسوء من الكهرباء. يعني هيك من هون بلش يظهر على كل بدها تبلش الدوله تجميد جد وفعل وحقيقي لقصة مواطنين تبع القطاع العام. ما فوت 5000 موظف أنا بظرف 5-6 أشهر لأسباب سياسية وغير سياسية. يعني رواتب الأجور تجميدها لثلاث أربع سنين وبنفس الوقت إصلاح نظام تقاعد نهاية الخدمة، أنا ما معقول تصير يلي عم بتصير واحدة. هاي أول نقطة. تاني نقطة قصة الكهرباء. الكهرباء أنا ضد الحلول المؤقتة والجزئية. أنا خلصنا صرنا عاملين 34 مليار دولار كهرباء عجز ودعم و36 على الطريق، ونرجع قصة انه الحل الجزئي وبنجيب عنا باخرتين بنجيب باخرتين نعمل له سنتين ونص وثلاث سنين المؤقت بيصير دايم وكذا. لا، بدها حل فعلي بالموضوع. التوجه لشو؟ التوجه هلا للتجديد يعني للبواخر او لبناء المعامل؟ اولا يعني اولا بدك تحط سقف للدعم. حكومه بتقول لك انا سقفي مليار، اكثر من هيك ما بده شيء. 100% معك، انا بوافقك 100%. ثاني شيء بلشنا بالحديث عن الناس، بلشنا بالحديث انه القطاع الخاص له دور، له دور اساسي بالموضوع. انا ما مش مع الحلول المؤقته، القطاع الخاص له دور اساسي، القطاع الخاص بيقدر يامن بست اشهر بثمان اشهر بسنه ب 12 شهر ب 24 شهر بيقدر يامن، بس لازمنا الحل الجزئي والجذري. ولا هيدا ثالث شيء قصة خدمة الدين. اوكي، خدمة الدين بعطيك مثل صغير. بعام 2018 صرف لبنان اكتتب ب 8800 مليار ليرة بفايدة 1%. هو الخمس مليارات اللي طلبته للدولة؟ لا غير 8800 مليار ليرة اكتتب فايدة 1%، يعني وفر على الخزينة فوق 700 مليار. مضبوط. اما بيقدر في عام 2019 بس ما كثير كان مبسوط الحاكم بهي العمليه. ما هو بيدرسها بالماليه تبعه له، بيقدر هو بوضع بيقدر بعام 2019 يكتتب 8000 مليار ليره كمان فايده 1%، بوفر على الخزينه سنويا 700 مليار، بيكون مصرف لبنان عامل دوره. ثاني شيء قصه الفوائد كمان مرتبطه بالمناخ العام. اذا تالفت حكومه صارت فعاله وصارت منتجة، العجز تبولها بلا ما يكون 9000 مليار صار عجزها 7000 مليار، بتوقع على المصارف بتخف الوحدة، بتصير الطلب انه لا بدي اقل، بتصير معدل الفوائد معقولة انه تنزل بالموضوع. المصارف وقتها بتشجعوا لانه اليوم الفايدة بشو مرتبطة؟ مرتبطة بالمخاطر تبع الدولة. بس تيجي لك موديز ويجي لك فيتش يقول لك انه المخاطر صرنا سلبي بدل مستقر، يعني بتنزل الوحدة. خففوا المخاطر، خففوا الاحتياجات، وبتفاهموا مع المصاري بصير في امكانيه انه كمان بخدمه الدين العام يكون قديش ممكن
رئيس جاك تصير هيدي الامور تتطبق وتصير يعني صالحه للتنفيذ، ما هو برايك دور القطاع الخاص؟ كيف ممكن نعالج مساله 33 او 32% من المواطنين اللبنانيين او من من يعمل في هذا البلد هن بالقطاع العام؟ 5000 موظف توظيف سياسي توظفوا بخلال 2018 بالوقت اللي كان الاعلان واضح انه ليس هناك، لن يكون هناك توظيف وتوافق. اذا في توافق على صفر توظيف وصار في 5000. بدي اقول لك قبل كل شيء شو دور القطاع الخاص. لبنان البلد الوحيد بالعالم القطاع الخاص بيمول القطاع العام. صحيح. كيف صحيح؟ هي وين بتصير؟ بس بلبنان. هي بلبنان. بس بلبنان. يعني لو ما في قطاع خاص ما في دولة. المسؤول لازم يفهمها. ومصرف لبنان مش له دور كبير بهذا عبر التمويل؟ والله المصرف لبنان الله يساعده عم بيلعب دور الحاكم ما بقى يعرف منين بده يلعب بينج بونج ويلعب تنس ويلعب تقدر يعمل لنا كل الالعاب لدرجه يوصل عمل الدكتور غازي انه بل كبير يعمل نفس الخبريه اللي عملها سنه الماضيه ليخفف من الموازنه. انا بدي اسالك سؤال، نحن قاعدين من برا من مسؤوليتنا وعم نتطلع على هالقرارات اللي عم تطلع والنتائج تبعها، مين طلعهم؟ انت الرئيس، انا، هو مين؟ هيدي في مسؤوليات اجت لاشخاص قعدوا بمراكز وصلوا لهالقرارات الخاطئه، والمردود نحن حندفعه. وين المسؤوليات لما نحكيها؟ بدي اسالك سؤال، اليوم عم نالف حكومه مش هيك؟ على شو عم نختلف؟ على الوزاره مش على الشخص او البرنامج العمل. صحيح، مع مين بتصوت واذا بيصير في احزاب عندها اوراق عمل نيمتها، بس ما حدا اجى من هالاحزاب قال انا بدي اجيب هالوزير، من هالوزير عنده هالمشروع بده ينفذ هالخطه ويعالج لي موضوع الكهرباء. انا بدي اسالك سؤال، عم نقول والله ما حنزيد بقى العجز بالكهرباء اكثر من مليار، بتعرف شو يعني؟ يعني بدنا نزيد التعرفه وتحدى الحلول، بدنا نخفض الانتاج. اكيد ما في خيار حل ثاني. فاذا بناخذ القرار الجريء بدك واحد يقعد على الطاوله يقول حاجي بقى سير بدنا حكومه بلدي، حكومه تكنوقراط برايك لا 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 يعني؟ لا 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 اليوم معلي خليني اقول لك، منحوا بلبنان بس تقول تكنوقراط دغري بحطوك لانه 8 ولانه 14 ايه. قولها من الاخر مش هيك؟ مثلا نحن مستقلين، يجي حدا مثلك وزير مال، حدا مثل الاستاذ غازي وزير اقتصاد، حدا مثل الرئيس محمد وزير صناعه مثلا، يعني بس بالاحزاب السياسيه اللبنانيه عندها طاقة كتير مهمة بالأشخاص تبعها وبنحترمهم، بس بدنا برنامج عمل بيترشح الحزب، بما أنه نحن بلبنان بلد الأحزاب، تما نقول مش بلد الطوائف والمذاهب، بلد الأحزاب، يأجونا برامجهم السياسية وبرامجهم الاقتصادية والولول اللي أنت عم تسردها هلأ، مش أنه كل يوم نلعب بين بون ونرمي خبر أنه والله هيك ما بيعجبنا بدنا هيك ما بنقبل نتخانق بمجلس وزراء. ما حدا عنده ثقة حتى بيقولوا لك لو اجتنا حكومة ما عندنا ثقة بالنتيجة اللي بدها تعطينا اياها، مش هيك بنقول؟ لأنه تسيير الأمور بشكل يومي أو شهري هذا ما بيبني سياسات دولة. على فخامة الرئيس وعلى دولة الرئيس سعد الحريري يجونا بحكومة مع برنامج عمل، ما يقولوا والله خلص طالع الحكومة بذات المواضيع اللي عملت، لا، مواضيعنا صارت تراكمية من سنة 2011 لل 2018، مرق علينا هالسبع سنين من اصعب السنين فيها، بدنا ننطر شوي. بصروا لنا امبارح براس السنه انه 2019 حتكون سنه خير، انا من الجماعه دائما بتفائل وبقول ان شاء الله. بتخوف بس أنا في من في أنا توقعات بتخوف بالارقام، بس فينا نرميها، وانت رميت اكثر من اللزوم، والتقرير عطى ارقام، ويا ريت المواطن اللي عم بيشاهدنا بيتزكي منها وبيتصرف على اساسهم. بعد الفاصل مشاهدينا، كيف تطيع لبنان الاستفادة من إعادة إعمار سوريا؟ هل هذه منصة تستطيع لبنان الاستفادة منها بالسنوات المقبلة؟ هل القمة الاقتصادية العربية التنموية بخطر إذا لم يكن هناك حكومة كاملة الأوصاف؟ بعد الفاصل.